انا ايدي انا خلى بقول قوتو المال قوتو انا لما سالوا كي كثيركم من فجر كي ومن انا سيب انا سالوا كي وابا ما حد لنا من فجر كيف دي انا قلت لك قدر نمشي نقبل ده اقول لهم جدي خلي لكم كلام تقول اسالوا كل ما سالتوا لكن لهم شغل نسيد انا عارف صبر كيف دي صبر انت بناي خلوه تقول صبر ها انت هجتري انا خلباك يا ده ما تاجو ابا قلت لك انا ما خلفاني امسكين شيل الصبر بزاوي وما دوني شنو كان كان كله بلس صبر وشغل هيك كما هذه هسه كمية خربانه بس يقولوا ما بيشيش بس ارفع قلبك مقمره انت اصل نص من الله وبيشيش بس ترقص وشاك ان شاء الله ما تزال مش اللي انت وري ما يبغى صبر كل انت وري ما اوقر ما انت ابوها وشغل ترى نص كيف انا شغل في قهر نقول ما في بس انا بدي نجي نكوني بنيتي كوني لانك قلبك مقمره انت تفكر الله وتشيل شعره وتشوف تدلي نفسك شيء ودين فوق صبر وين شغل كان جالس ولا شيء بين الروس تدلي دلي دلي عليك ده بشيء بين الروس هذا لقى أي فندري نعم أنت برايني أنت ماي كثير قط أنت برد دول يمر شفت كي أجي مرة جلي أنت برد ده ها أنا ما كان قارم في شعر هيك النار النار أكل ما قاعد تخسر يوم ما شفتها في شعر كيف ما النار يوم ده كله درس ما عادي الغالي داري ياخو دارا يوه كل غالي دقين ده يهام اللي قال ما يدقين كان الناس نارم نارارا ما قاعد تجي وفيرو بالبادي يا دقاء دي داخل دي نارم ما قاعد تجي إلا أنا ويا عيري كيشي وما ما 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 يميتي ما قاعد كنت ما نادي إلا مرات ده كان شيفهم ده قاعد يقول ما يا عيري كيشي بس ده قول سو كان أنا قاعد ندر لكل يوم نقول رسلتي لتعاون نقول يا عيري كيشي جانتانا قرص عنده ما تاجو عاجل ما شو انا استوى جينا سالناك وما حد اللي انا كان الرتم عندنا لو ولا شنو قلت ادو تاثروا بكم يا حاج ولا سايزو مالك ما صرنا كي وينا خلاص هسه ما قلنا رجوك انت بشغل التسيك انت دروسي ولا الدور كده انا كان حاج لك وسي قال انا نروك عشان ما ندور كل يوم تجي تقوف تتابع كلامك انا نروك سي يا تو خلى بقى انا كان نروك يا تو نروك لكن انا نروك لكن ما كلام قال انا خا منك ولا كده ولا شمان دور تتابع قلبك يرقد ده نورك يا تو خلبا اوري انا خلبا انا نورك ترى انا ما خلبا ده انا نوري يا وي يا تو خلبا ما تخبين زي انت ما تجري بن خبن في شنو ما انت قلت تقدي ده لا انا انا خاف يا تو قتل ها يا تو انا بس خلبت شنو انت خلبت هاي فندوري انت قريب دي ما ينفع ترى فندوري انت مغرى قاعد تخلب امسكين لا دم راجل مش الا هو اللي خلى بارا كلام كريب ولا يجب تم وما بخليه بقى عقيف يا تو فندوري انا عارفه لا اخويا هلالي والله ولد حرامي والله فندوري دي نار ماسكين قال ما ساكت بس فندوري شغل مش اللي ما يصير هاتي سي يا تو خلى فندوري ده لا انا يا قيسي ترى انا حرامي ترى انا كل شيء فينا تاجي ما نقدر نخلبنا انا بخال بنتا اقول لك وانا خال بنتا قلت خالوتي ما انا بخال بنتك يا هسه ما خلص من زمان افندري كنت هنا لجني كنت بيني اها علي يا بس انت حاج سيدر انا بخلبنت انت لي كان قلت انت خلبنتني انا ما انا خسيت فوق لكن انا سر انسى بس بسات نار بالخلبري كان لقيتني قدد قال لي قال لي ما انا خليه لي قدد وانت سكين ما انا كنت لقيت هسه اه ودي افندري بس ورو ما هو انا بسات كنا سالا بنايدي نار بالخلبري شيفا تقدر تقدر لازم تقول ما كي وما تأكل كيتا أنا دي كلامي كلام وايد بس ناري مال خلا برا بناي دي أنا كان لقيت دي نقدي دي أنا فندوري ده أنا ما مخصص فوقه لكن ناري مال قدي دي شغل أنا نسأله دي يعرفه هذا هو تللي ده نجاي جاي ما زبط تللي خطي هاي سيرك هذا ما يجينا أمسكين أمسكين الحمد لله مشاكلنا كلها خلاص جفي نهايتها شوف فندور شغلنا كيف يصير
أنا قاعدين بكم أنا فرّي بقول شو أنا ابنه فدي سفوجي أنا داس كم أنتي نادم مش لا كم نادم آخر ما خلنا تصلني في إب هذا كم نادم والحوان بروح أسكينا فرّي ولا خليني أقوله هسا عندكم شغل اللي جينا فندوري بس ولا أين رفني كم برامج كيف رجعي نعم أنا كنت فوق خشمة كنت هاجي فندوري سعودي أنا نماك بكان ويا كل ما نقول يعرف كذي أنا ما مخصص في فندوري سوي شغل مش لدي فندوري دي اللي قاعد مش لأختي يوم تعاون ويوم شوي نقبل سو فندوري بسوي شغل ده أنا ما نسمون أنا تناني ما سوي شغل دي في كلامه بشفت سخين دي ولا ما شفت شفته ما شاف بيت من وين بيت قلت لهم مجي نتشجك دي نخلي دي مجي تامي بس وشي بشغل بس مشكلة واقفة فندوري ما قلت مش لأختي لكن يوم كنا أنا مشيت فكرة قدومة بقال أنا خلبت لأختي أنا دمانة ما ندري أنا كنت أكيد في مخك ما كان داس كامل نارم تبقى لي خلي ما يلومني وانا كدر يا مادي كان فتش عامي عامي هسه فندور انا كما تعرف تشمش ما عندي عقل كزين انا اللي جيت اكتب شغل ولا عجب تقول مش البريزيدنت اللي ريبليك تبع تقول باقل اتك انا كان شيف انا مش جاب استقبلنا بس فندور شغل مش اللي ما يدري كان ما كان انا شيف انا هو دور ام سمت لسه قالوا وي ما جت شبكه كم دور شيء صغيره ده انا كنت انا كل شيء مسؤول يعني صغيره وخلاص جيل جنك مسؤولية صغيرة ما أولاد أنا بتيجي نشوف يقعد معنا خلاص أولاد دخلوا في بيننا سوا ونشوف اللي يكون قدام ده أنا ما مخصص فوقه في فندور دي أنا ما مخصص أنا دي نارم دي قال لي جيت شغل نسي دي أنا عارف كان نايم كل نجي نرجع قبل 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 قبل